وفي محورنا الثاني نناقش تطور جديد لعله الأبرز بعد تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا، حيث استهدفت سيارة مفخخة قادها انتحاري دورية للتحالف الدولي بالقرب من ناحية الشداد جنوب مدينة الحسكة، وذلك بعد يوم من عمليات تفجير نفذتها خلايا نائمة للتنظيم في مدينة الرقة. في أعقاب الخسارة التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي شمال وشرق سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي، لجأ التنظيم عبر خلاياه النائمة إلى أسلوب التفجيرات الانتحارية. التنظيم الإرهابي تبنى الثلاثاء ثلاث عمليات نفذها عبر خلاياه النائمة في مناطق قسد، استهدف أحدها دورية للتحالف الدولي بالقرب من ناحية الشداد جنوب الحسكة دون وقوع إصابات في صفوف قوات التحالف، بينما قتل الانتحاري. كما هز انفجار مزدوج مدينة الرقة فقد على إثره 6 أشخاص حياتهم وأصيب 7 آخرون، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود كثير من الجرحى في حالات خطيرة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن الانفجار المزدوج نجم عن عبوة ناسفة وعربة مفخخة ضرب شارع النوري المكتظي بالمرة، حيث تقع نقطة عسكرية لقوة سوريا الديمقراطية. وفي أحدث الأعمال الإرهابية لخلايا التنظيم تنفيذها لعملية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، عندما هجمت هذه الخلايا بالأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي حاجزا لقسد في أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وللحديث أرحب بضيفي من باريس الدكتور إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي. أهلا بك دكتور إبراهيم. تحياتي لك وضيوفك. أهلا بك دكتور. إذن يعني رغم الإعلان الرسمي على قضاء داعش شمال وشرق سوريا، تشهد هذه المناطق تفجيرات انتحارية أو عبوات ناسفة، إذن لم ينتهي التنظيم حقيقة أو فعليا على أرض الواقع؟ في الواقع نعم، تنظيم يعني انتهى كسيطرة على الجغرافيا محددة، لكن كفكرا وهناك أيضا أحاديث بانتقال بعض قيادات داعش إلى مناطق سيطرة الاحتلال التركي، يعني في عزاز وفي عفرين، يعني نشاهد بعض الفيديوهات من هذا القبيل. فأيضا هناك سبب آخر، وجود هذا الكم من المعتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية تولد يعني الجرأة عند الخلايا النائمة لتقوم بهذه الأفعال. يعني عندما يتم حل هذه المشكلة ونقل هؤلاء الدواعش إلى مناطق بعيدة عن مناطق شمال سوريا أو نقلهم إلى أماكنهم يعني دولهم أو إنشاء سجن لهم في مناطق على سبيل المثال للمعسكرات الأمريكية في البادية السورية، فهذه هذه هذه الحلول تقل من ما تقوم به داعش من العمليات الانتحارية التي تهدف المدنيين بدرجة رئيسية. فأيضا الجانب الأمني يلعب دورا في تقليل من هذه العمليات، وكلنا يعرف بأن المناطق التي تفصل مناطق الإدارة الذاتية لشمال سوريا روجافا وشمال سوريا هي مناطق طويلة، تبدأ من دير الزور شرقا مرورا بالرقة إلى الحدود التركية وصولا إلى المناطق السيطرة التركية التي يقال بأن هناك تواجد لعناصر داعش هناك. طيب دكتور، يعني بإمكانيات قسد المتوفرة هل يمكن لها أن تحتجز هؤلاء أو آلاف الدواعش المعتقلين لديها إلى فترات طويلة؟ لا أعتقد هناك استجابة من الاتحاد الأوروبي بعد أن اقترح قوات سوريا الديمقراطية، وبنفس الوقت هناك طرح للرئيس الأمريكي بمحاكمة أخذ مواطنيهم من المنتسبين لتنظيم داعش، وأيضا إيجاد حل مثلا إقامة محكمة دولية في المنطقة أو اعتراف المحاكم الموجودة في المنطقة بمشاركة مثلا لجان من التحالف الدولي من أجل محاكمتهم.
قوات سوريا الديمقراطية لوحدها لا تستطيع، يعني كلنا يعرف التركيبة الديمغرافية للمنطقة وطبيعة العشائرية، فيجب أن يوجد حل لهذه المشكلة، وإلا فإن الكثير من العمليات سيقوم بها داعش، ودائما نرى كل ما يقوم داعش بفعل مباشرة يتم إعلان عنه، أي أن هذه العمليات تقوم بشكل منظم بين خلايا موجودة، لكن قوات الأمن وأيضا قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع لوحدها بالإمكانيات الموجودة أن تغطي المنطقة كلها وتسد الثغرات، يعني كلنا يعرف هناك جيوب، يعني تداخلات بين سيطرة النظام وأيضا سيطرة القوات التركية وأيضا وجود الروسي، هذه الأمور كلها يخلق حالة من الفوضى ودخول عناصر داعش إلى هذه المنطقة بشكل سهل. طيب دكتور، يعني هذه التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة، إذن هل نحن الآن أمام يعني مرحلة تكتيكية عسكرية جديدة لداعش؟ طبعا هذه المرحلة جديدة لداعش، ولكن وأيضا بنفس الوقت هي مرحلة جديدة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ يوم الأول عندما تم الإعلان عن سيطرة داعش أو آخر جيب لداعش في منطقة باغوز بشكل نهائي، أغلب المحللين والسياسيين وأيضا محللي العسكريين قالوا بأن داعش سوف ينتقل إلى مرحلة جديدة، وهي أن تقوم بعمليات إرهابية، وهذا هذا هذا الأسلوب ليس بجديد، يعني داعش دائما كان يلجأ له عندما كانت موجودة في أجيب الأخير في مناطق في قرى دير الزور، كانت تقوم بعمليات انتحارية في الرقة وأيضا في مناطق بعيدة عن مناطق تواجدها، هذا دل على شيء، فيدل على وجود خلايا لها أو وجود أناس في المنطقة، كما قلت التركيبة العشائرية تلعب دور بهذا الموضوع دائما، يعني نرى بأن اللجان العشائرية تتدخل من أجل تحرير عناصر لم يتورطوا بموضوع سفك الدم، لكن بعد ذلك نكتشف بأن هناك خلايا لداعش، هذه الخلايا كيف وصلت إلى هذه المناطق؟ طيب دكتور، يعني نعم، الناطق باسم تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا تحدث عن إحياء ما سماه بالأيام الزرقاوية، هل يقصد بذلك التفجيرات الانتحارية والاعتماد على مبدأ يعني أضرب وأهرب؟ طبعا هم باعتبار لم يبقى لهم سيطرة على الأرض فسوف يلجؤون إلى هذا الأسلوب، أيضا عندما بدأ تنظيم داعش بالظهور بدأ بهذا الأسلوب، وربما يتم تغيير اسمه، يعني كلنا يعرف كيف المجموعات الإرهابية يعني بدأت بالقاعدة وقبل القاعدة مجموعات أخرى ومن ثم جبهة النصرة وحاليا تنظيم داعش، وربما مستقبلا نرى ظهور تنظيمات جديدة لكن تحمل نفس الفكر، أيضا نعود إلى مناطق سيطرة الدولة التركية ومناطق الاحتلال التركي، نجد بأن المجموعات الموجودة هناك تقوم بأفعال وانتهاكات مشابهة مشابهة لما تقوم به تنظيم داعش، يعني من انتهاكات في عفرين وفي عزاز في إدلب، فالفكر موجود لكن المسميات مختلفة. طيب دكتور، يعني هل تتوقع إذن ازدياد هكذا عمليات انتحارية وإرهابية خلال هذا العام الجاري بعد هذه الدعوة من المتحدث باسم التنظيم الإرهابي؟ أنا أتوقع تنظيم داعش سوف سيزيد من وتيرة عملياته ما لم تقوم الدول المشاركة في التحالف الدولي بإيجاد حل لهؤلاء الدواعش الموجودين، يعني كلنا يعرف تركيب التنظيم داعش، هناك مهاجرين الأجانب الموجودين ضمن داعش وأيضا هناك من بايعوا داعش من أبناء المنطقة، فعندما تحل قضية معتقلي داعش بمحاكم ويتم تسوية أوضاع الفارين أو الذين
يعتبرون أنفسهم محسوبين على داعش، فعندما يتم تسوية هذا الموضوع لن يبقى هناك داعش على أرض. لكن للأسف هذا الموضوع شغل بال أساسا في أوروبا وأمريكا، لكن بشكل عملي لم يضعوا له حل بشكل جذري. فهذه التفجيرات طبعا تؤثر على معنويات القوات السورية الديمقراطية، وأيضا تؤثر على المدنيين. يعني أي منطقة تحدث فيها تفجيرات، المدنيين يعيشون حالة فزع ورعب، وهذا الموضوع يؤثر على الاستقرار أيضا. لذلك يتطلب من الدول المشاركة في التحالف إيجاد حل لمعتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية بوجودهم. وأيضا موضوع، رأينا تقارير عديدة، موضوع نساء داعش، يعني أيضا الموجودين في مخيمات خاصة بهم. هذه الأمور كلها تسبب، يعني تثير حفيظة عناصر داعش ليقوم بهكذا عمليات. وأيضا دائما يقولوا سننتقم من هؤلاء الكفرة، سنقوم بكذا وكذا. ولا ننسى يعني هناك تقارب فكري بينها وبين المجموعات الأخرى الموجودة في بالضبط في مناطق الاحتلال التركي. هذا الأمر نعم كتنظيم كتنظيم حراس الدين. يعني أيضا دكتور، يعني إذن المنطقة الآن هي أمام حرب عصابات، وذلك يعني البدء بمواجهات استفزازية طويلة الأمد. نعم، يعني كون القوات سوريا الديمقراطية يعني حدودها، مناطق سيطرتها، حدودها مع النظام، مع الروس، مع تركيا، وليس الدولة التركية وإنما المناطق المحتلة من تركيا، هذه الحدود كلها تسمح لهذه العناصر بقيام بهكذا عمليات. يعني من مصلحة الكل، يعني مصلحة النظام ومصلحة النظام التركي، ومن مصلحة المجموعات المسلحة المحسوبة على تركيا، وأيضا من مصلحة روسيا أن تقوم داعش بهكذا عمليات في مناطق سيطرة قسد. يعني دائما نظام لتاريخ هذه اللحظة دائما يقول إن لم نستلم هذه المناطق بشكل سلمي سندخل عن طريق بالقوة، أي كل ما خلقت حالة فوضى وتفجيرات هناك فهذا الموضوع يسهل على النظام أن يسيطر. وأيضا تركيا بين الحين والآخر تقوم بأنهم سيقومون بعملية عسكرية جديدة أسوة بالعملية التي حصلت في عفرين لكن في شرق الفرات. دكتور، يعني سؤال أخير في هذا المحور، يعني بعد أن خسر داعش كل الأراضي التي كان يسيطر عليها وخسر أيضا منابع تمويله، الآن من أين يستمد دعمه المادي واللوجستي لاستمرار بقائه والاستمرار عملياته الإرهابية؟ للأسف يعني تنظيم داعش، يعني حتى كما تفضلت عندما كان مسيطرا على بقعة جغرافية، يعني كلنا يعرف من طرف كانت هناك الحكومة العراقية، من طرف تركيا، من طرف الحكومة السورية، يعني هذاك في تلك الفترة أيضا كان يمول نفسه من خلال النفط الموجود. نعم. كان هناك السماسرة والتجار. أيضا للأسف الآن هناك شبكات، يعني تنظيم داعش هناك قوة تدعمه، يعني من للأسف من الدول الإقليمية وأيضا من السوريين أنفسهم. يعني هناك الكثير من السوريين تورطوا وبايعوا داعش ولا زال يؤمنون بفكر داعش، وربما يعني عندما يقومون بالمقارنة بين داعش وبين القوات الأخرى موجودة يفضلون داعش. للأسف هذا الواقع هو الذي تسبب في بقاء داعش. في نهاية هذا المحور أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي، كنت معنا مباشرة من باريس. مشاهدين، أبقوا معنا لمناقشة المحور الأخير بعد الفاصل.